كاتب النور ما بين الحضور مثل شمس والكواكب حولها من كثر ما وجهها يشع نور يذكر الله من يناظر زينها الله أكبر ما عليها أي قصور في أمان الحسن أحلى زينها الغلج فيها من إحساس وشعور قد من الورد نسيدها ليلة عنوانها فرح وسرور ليلة فال سعادة فالها أجمل الساعات وأحلاها شعور شوفت ضيوف تشرف دارها بنت معتز الفخر طول الدهور والسعادة لها تهل خيالها أمها روضها لها تنفر زهور والدلال فخره محلها لجل ماني بنتها طول الدهور وغنت بعد بالنحون بعرسها العروس أهل بدت بول ظهور تسحر عيون الخمايك كلها والنجوم تزفها بول سطور كلها في دول شوفت عينها مهرة حقها تباها وبغرور هي مان الفارقة عن زينها ناعس الطرف الكحيل بدر البدور مثل شمس الصبح يطلع فجرها هو الختام جعل الفرح طول الدهور ندعي الله لأمان يصونها وندعي الله لأمان يصونها أشرقت بالنور ما بين الحضور مثل شمس والكواكب حولها من كثر ما وجهها يشع نور يذكر الله من يناظر زينها الله أكبر ما عليها أي قصور في أمان الحسن أحلى زينها الغلج فيها من إحساس وشعور قد من الورد نسيدها ليلة عنوانها فرح وسرور ليلة فال سعادة فالها أجمل الساعات وأحلاها شعور شوفت ضيوف تشرف دارها بنت معتز الفخر طول الدهور والسعادة لها تهل خيالها أمها روضها لها تنفر زهور والدلال فخره محلها لجل ماني بنتها طول الدهور وغنت بعد النحون بعرسها العروس أهل بدت بول ظهور تسحر عيون الخمايك كلها والنجوم تزفها بول سطور كلها في دول شوفت عينها مهرة حقها تباها وبغرور هي مان الفارقة عن زينها ناعس الطرف الكحيل بدر البدور مثل شمس الصبح يطلع فجرها هو الختام جعل الفرح طول الدهور ندعي الله لأمان يصونها وندعي الله لأمان يصونها. استديوهات همسة فرح لكل